السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هاتفنا حتى تبدون آراءكم باللي راح نعرض لكم إياه أو اللي عندكم من مواضيع. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم وأول ملف ويانا بالحلقة اللي هو ملف الجريمة اللي دا ترتفع بكل عام وبكل فصل بنسب مخيفة. ببسط، كانت نسبة الجريمة بشبه منعدمة، لأنه ما يمر أسبوع حتى تكشف لنا وسائل الإعلام المحلية عن جريمة قتل بشعة بوحدة من المدن العراقية، وسجل العراق معدلات مرتفعة بالجرائم بالأعوام اللي مضت. ما يخفى على أحد أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية وانتشار تعاطي المخدرات ومن سنوات تسببت بارتفاع معدلات الجرائم بشكل غير مسبوق، وتشترك هواي من العوامل بزيادة معدلات القتل بالعراق، ويجي العامل الاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة إضافة إلى أسباب ثانية، يجي بالسبب الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة. ارتفعت بسببها معدلات الجريمة المنظمة بالبلاد حسب خبراء اقتصاد. اللي صاير، أقدم شاب عراقي على قتل ثلاثة، الثلاثة هم أبوه، أمه، جديته أو جدته أو بيبيته، قتلهم بطريقة وحشية بمحافظة واسط، علماً أنه أكو جريمة مثل هاي صارت بوقت سابق، تقريباً صارت بشهر حزيران الماضي وبنفس المدينة. شرطة الكوت أعلنت القبض على المجرم اللي ارتكب جريمة قتل أبوه، أمه وبيبيته بالمحافظة، بقضاء النعمانية التابع إلى محافظة واسط. ووفق ناشطين، الشاب اللي يبلغ من العمر 26 سنة قتل أمه وأبيه أو أبوه وبيبيته بقضاء النعمانية بمحافظة واسط، الأسباب بعدها مجهولة، لكن صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنه القاتل هو صيدلي وطالب بالحوزة، ارتكب هاي الجريمة لأنه أبوه أمه وبيبيته شتمه ومقتدى الصدر اللي يدين له بالولاء. خلونا نشوف جانب من تشيع الضحايا بهالفيديو. سويت لك من طرقه مش راح تقول باكر فوق، راح تقدر تحضر اجوبه لها اسئله راح يسالوك عن ذولا الثلاثه. المهم، ارتفاع معدلات الجريمه بالعراق يسجل مؤشر ثاني على الأوضاع المزرية اللي وصل إلها العراق وراء سنوات مريرة من غياب عوامل الاستقرار والأمان على جميع الصعد. تصدر العراق الدول العربية اللي ارتفعت بها معدلات جرائم القتل بدوافع جنائية سنة 2021 بحسب تقارير أمنية، لأنه بس بسنة 2021 بس بالسنة اللي فاتت تسجلت 1077 جريمة قتل بالعراق، ومن بين الجرائم اللي رصدناها اللي صار بالبصرة وتحديداً بشارع الكويت، اللي صار واحد يمشي بالشارع ضرب طلقات على اثنين ما لهم لا علاقة ولا صوت ولا ذنب وحاول ينهزم، بس المارة والمواطنين من البصرة الأبطال قدروا يلزمون المنفذ للاعتداء وسلموه إلى دورية الشرطة قريبة. كشفت مصادر محلية أنه هذا الشاب كان تحت تأثير مادة مخدرة على الأرجح لما اعتدى على المواطنين قبل أن يفارق واحد من عندهم الحياة، وما حد قدر أو ما تسنى أن نتأكد من دقة هاي المعلومات. خلونا نشوف شلون صار توقيف هذا الشخص وتسليمه للشرطة قبل استعراض التعليقات. شو
انا مدير الجرائم اللي صار هنا صار بي اكو ثلاث شغلات لازم نفكر بيها صح. اللي سووه المواطنين واحد يشهد لهم بي. التعاون بين المواطن واي عنصر امني هذا المفروض باي بلد بالعالم، ونفرح لما نشوف انه اكو تعاون بين الطرفين، لكن القوات الامنيه دا تخلي اكو فراغ كبير بين المواطن وبينها مع الاسف. رقم اثنين، الى كل شاب بالعراق، الى كل شاب وشابه بالعراق، شوفوا المخدرات وين توديكم، بعيدا عن الاضرار الصحيه، بعيدا عن اللي يصير، شوفوا لي وين تودي. رقم ثلاثة، شنو ذنب واحد دا يمشي بالشارع ما له صوج تجي طلقة تايهة بسبب واحد ما أخذ له مادة مخدرة أي نوع كانت، بسبب أنه أكو واحد سياسي أو لا، مسؤول أو لا، مدعوم أو لا، يريد يتربح بس يموت. هذه ثلاث نقاط أريد أحكي عليها. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك موسى الرماس يقول لعد وين العيون الساهرة إذا هاي بالنهار وهم نايمين، أنعم الله على المواطنين لزموه. فارس العيساوي يقول عاشت ايدهم، كون كل واحد مستهتر هذا مصيره، بس لا يطلع عند عرف بالأحزاب ويطلع وتاليها تفترع المساكين اللي بالمقطع وتصير عشاير ويصير هو أبو الحق. فاضل رحيم يقول الاستهتار في محافظات الجنوب أصبح لا يطاق، الله يساعد الناس المسالمين في هذه المحافظات. أما سمير عبيد يقول عاشت إيدهم، المفروض الشعب يتحرك على الظواهر السلبية وما يعتمد على حكومة العصابات. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، وأول ملف ويانا مشاهدين الكرام هو ازدياد معدلات الجريمة في العراق. وعبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أسد، بالنسبة لزيادة معدلات الجريمة نعم بالعراق لازم نعرف الأسباب مالتها. نعم. عدة أسباب، منها غياب الوازع الديني. نعم. وغياب الوازع الأخلاقي. نعم. وغياب المراقبة والأمان من العقاب. نعم. يعني لأن عدة أسباب هن وراء الإجرام اللي جاي يصير بالبلد. ولا تنسى يعني البلد مالتنا ما شاء الله يعني انتشر بهاي المخدرات والحشيشة، فهاي الأسباب والفقر والبطالة كل هذه صار تؤدي للجريمة. وإلا هذا بالله عليك اللي قتل عائلته من اربع انفس، يعني هذا شنو هذا؟ هذا اللي يعبد الصنم، هذا الاعدام قليل بحق الاستاذ قتل، هذا اللي قتل ابوه وامه على مود شنو هو؟ على مود والله شنو هو يحب له شخص، يعني وين وصل العقل البشر وين؟ ذولا مغيب عقولهم استاذ قتل لما يقتل. لا، السؤال ينطرح هنا استاذ عبد الرزاق، معقول الواحد قام ما يامن على نفسه حتى ببيته؟ اي نعم استاذ أفل، لانه قلت لك يعني التاثير العوق الفكري عند اغلب الشباب، لا تغرك حوزه ما اعرف اي شيء الحوزه لو بيها خير انتجت، يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم انتجت شباب واعي، لكنه هاي الدراسه مال الحوزه تنتج هيك ناس، يعني ناس شذاذ الافاق اسميهم، لما عقله الفكري يكون معوق ويستخدم هاي الاساليب القذره اللي يعني الصراحه الانسان يعني شو ما يتقبلها، يقتل اهله على مود شخص، شوف يعني ضحاله الفكر مالته، ضحاله عقليته، يعني انسان تافه هذا.
وغير لا. اللي جاي بالشارع يقتل لاخر، يعني وين وصل هذا؟ معقوله يعني مستمع العراقي يوصل هالدرجه هاي من الانحدار والانحطاط؟ فقلت لك يعني لانه ماكو غياب للعقاب، وهذا هذا لو معدوم بنفس الوقت معدوم قدام الناس لا كان شوي صار ردع، لكنه ماكو يعني القانون ما جاي يتنفذ مثل هيك اشخاص. ودوله يا استاذ افل اذا يعني يعني شلون امنوا العقاب هذه؟ راح يكون قنبله موقوته داخل المجتمع. نعم تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. أريد أسأل اللي تكلم عنه الأستاذ عبد الرزاق، الشخص اللي نفذ الجريمة في بحق أهله، يعني شو توقعت لما قتلت أبوك وأمك وبيبيتك على مود شخص؟ تتوقع هذا الشخص راح يعينك مثلا نائب زعيم؟ لو راح يسلمك مثلا وزارة؟ شنو اللي كان بعقلك لما سويت هاي الجريمة من أجل شخص ما؟ تتوقع راح يكرمك؟ إذا هو كرمك ابو خيمه الزرقاء ايش راح تقول له؟ المهم المطر كل ما يجي موسمه بالعراق تبدي مشاكل سوء الخدمات والبنيه التحتيه تبين اكثر واكثر. بسبب هالشيء اعلنت محافظه القادسيه تعطيل الدوام للمدارس اليوم الاربعاء بسبب سقوط الامطار. وقال بيان صادر عن محافظ القادسيه زهير الشعلان، قال انه التعطيل اجى بسبب سوء الحاله الجويه وللحفاظ على صحه وسلامه التلاميذ والطلبه بوقت. أكدوا به سكان المحافظة أنه التعطيل إجا بسبب انهيار البنية التحتية وغرق الشوارع نتيجة هطول الأمطار. نطلع من القادسية نروح للمثنى اللي استمر بها الدوام وظهر تأثير هطول الأمطار جلي لما غرقت مستشفى الحسين التعليمي بسبب مي الأمطار بالسماوة، وتحديدا السكن الخاص بالأطباء بالمستشفى بمشهد يعكس انهيار القطاع الصحي والقطاع الخدمي على حد سواء. خلونا نشوف صار مالتنا. شباب هاي طالع بس خلي الحراي على مكان عالي، هاي وضعية مال دار هاي. تهجرنا وتنقصت غراضنا. اي يلا حط حطها معاك. نطلع من المثنى؟ لا راح أبقيكم بيها، بس راح نروح من مستشفى الحسين التعليمي. المثنى همين أتأثر بها قطاع التعليم بسبب موجة الأمطار، لكن العذاب والمعاناة اللي واجهت الطلاب أثناء ذهابهم أو رجوعهم من المدارس نتيجة انعدام الخدمات والبنية التحتية المناسبة بالمحافظة كبيرة. ورصد لنا مقطع مصور معاناة الطلاب والطاقم التدريسي اللي دا تشوف ورايا حاليا، اشغل لكم اياه بعد شويه. المدرسه المشاعل الابتدائيه بناحيه الدراجي التابعه لقضاء الخضر بالمثنى، رصد لنا الصعوبات اللي واجهوها اثناء ذهابهم للمدرسه بسبب انه ماكو طريق رئيسي يربط المدرسه او المنطقه بالشارع العام. خلونا نشوف هالمقطع وحال الطلاب اللي بتشي. طلاب مدرسة المشاعل بناحية الدراجي، هاي حال الكوادر، لا اكو طريق. شوف شلون اقل مطر لا اكو طريق للمدرسة، لا اكو شيء. المشروع ثاني شيء دارجينه بالخطة الاستثمارية ولحد الان ماكو الا اي تنفيذ. يشوف المنشور يشاركه خلي يوصل لرأس الوزراء لوزارة البلديات. هذا حال المدرسة وهذا حال الطلاب. طلاب شنو ذني بهالطريق ما إلها يوصلها لأهلها. نطلع من المثنى. الحال بواسط ما يختلف عن حال المثنى اللي شفتوه قبل شوية. مثلا حي الجهاد اللي يعتبر واحد من أكبر مناطق محافظة واسط من حيث الكثافة السكانية، يعني بيه واي ناس عايشين بيه. لما نزل المطر صار حال الطالب والأستاذ مأساوي. بلد غني بالخيرات على رأس هاي الخيرات النفط، وتبين الصور اللي التقطوها هناك أن الطلاب يمشون ببرك طينية تشكلت وراء الأمطار صباح اليوم، مشهد يبين واقع الخدمات على حقيقته، على الرغم من أن الحكومات رصدت تخصيصات ضخمة لقطاع الخدمات. طبعا
من دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملحوظ على أرض الواقع. خلونا نشوف الحال بوسط. المسؤول الشريف جاي يشوف له ما جاي يشوف؟ هاي طلابه، هاي الجهات، هاي جاي يشوفون يا مسؤول، يا مسؤول الشريف يقبل جهاله هسه هيك يمشون بهذا الطريق. يا مسؤول الشريف بس يريد انه وعي الشريف اذا موجود بواسط منو بالله المحافظ يقبل؟ المحافظ يقبل اطفاله هيك تمشي بالطين هسه؟ هاي طلابنا. لازم وزاره التربيه بكل شتويه تعطي الطالب والاستاذ شمسيه وقبوط مطري وتشزمه حتى ما يتوسخ. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، واول تعليق ويانا من منصه فيسبوك فلاح حسن آل شاهر يقول: هذا حال الطالب، يعني تخيل وياي احنا بسنه 2022 وشارع مسافه 200 متر ماكو. ابو حيدر طعمه يقول: قابل جديده هالسالفه، كل سنه نفس الشيء يتجدد. علي حسين القريشي يقول: هي العيوب تبين بالمطر، وين المليارات انصرفت؟ وحازم العامري يقول: 20 سنة سب بيصات ما دبروهن. طبعا المدارس عموم العراق تعبانة، نقص كادر تدريسي ونقص كتب. إذا كانت هاي التعليقات حول قضية معاناة الطالب أو معاناة العراقي لما ينزل المطر، مو بسبب أن المطر سيء على العراقيين، لا، المطر رزق، لكن سوء الخدمات بالعراق يخلي المواطن العراقي لما يشوف المطر يعيش بمعاناة مثل ما شفنا بالمثنى وواسط وباقي المحافظات العراقية كذلك. إبراهيم من تركيا ويانا، حياك الله. أغاتي. أغاتك ربك. شلونك يا أبي؟ هلا بيك يا الغالي. ما تحمس. تفضل أخوي. علي. علي. أنا مكسور. ما أقدر أقوم. ما أقدر أقعد. تجي بنتي تساعدني. زوجتي في بغداد. قاعد بلكي أدبر لك سنفلت منها خاطر أجيك. راح تعطيها تركض منها على بيتها على بيت سلوك وما دبرت. نعم. قلت لها تعالي بابا تعالي خذ شو اسمه جاي ما اقدر تجي. عاد معاناتي يعني مكسور كسرت بغداد بالبيع قاعد. نعم. يعني انكسرت داشين مولده وكسر ظهري. ثلاث فقرات انكسر عندي. نعم. فبقيت انا شو اسوي؟ اروح رحت مستشفى رحت شو اسمه ما خليت مكان. قولي تموت انت سوى عمليه تموت. نعم. يا شلون؟ ابقى بالعربانه انت هاي كاتب الله عليك. زين مصرف بعد شهر توني ورقه واحده بالشهر ورقه واحده ب 120 دينار. نعم. اي والقطعان ورقه انت مو موجود. دزيت جماعه من بغداد قلت لهم روح اسمه الرعايه الاجتماعيه. قول لهم يابا هذا مكسور وهذا اوراقه وهاي شو اسمه؟ شو يقولوا لك؟ شو يقول لازم يجي يا رب ما يقدر يجي. تعال بقى هسه الصور مالته كلها بالمستشفى ومراجعات بالمستشفى تجي لي اسعاف للباب. طيب اي والله وقاعد لك انا هسه لا هم فلوس الظروف ظروفي فد نوبه تعرف. ومناشدتك لمن اخ ابراهيم على مود توصل الرساله كامله؟ والله انا مناشدتي الى الرعايه الاجتماعيه ولا رئيس وزراء. رئيس وزراء كان بالدائره. أنا شفت بالدائرة ما بقيت ولا وطلعت بالدائرة. نعم. هذا شهر رئيس الوزراء ما يكون هسه. يعني أنت كنت موظف؟ ما توظفت. سايق. نعم. وطلعت منها. نعم. وتزوجت وطلعت منها. ما تكفينا. راتبي كان 18 راتبي. نعم. 18 دينار ذاك الوقت من تزوجت. وأنا عمري كبير. مواليد 44. طولة العمر يا رب. الله يحفظك. أي والله. نعم وصلت رسالتك الاخ ابراهيم. اذا بين الاخ ابراهيم اللي انتقل من العراق الى تركيا لغرض العلاج انه عنده كان راتب رعايه اجتماعيه بسبب معاناه او كسر في ظهره، لكن الرعايه الاجتماعيه بسبب عدم قدرته على الذهاب. يقول انا ما اقدر امشي اصلا وما اقدر اطلع بسبب عدم قدرته على الذهاب. انقطع عنه
الراتب أو انقطع عنا المصروف من الرعاية الاجتماعية ويطالب بإعادة إله بسبب الحالة اللي هو بها. لكن سؤال، هو الرعاية الاجتماعية يعني للي ما يقدر يروح؟ أو أرد أسأل سؤال، واحد بحالة إبراهيم ما يقدر يمشي، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يروح وما يقدر يرجع، وين يطي وجهه بهالبلد هذا؟ أتمنى الرعاية الاجتماعية أو وزارة المالية أو وزارة حقوق الإنسان أو البرلمان أو رئاسة الوزراء يجاوبون على هذا السؤال. نروح إلى الملف الثالث اللي هو العمالة الأجنبية اللي حكينا عليه قبل كم يوم برنامج صوتكم. ساهم توافد العمالة الأجنبية بتفاقم مشكلة البطالة بالعراق اللي يستقبل الآلاف منهم بشكل سنوي. بنفس الوقت ده تتخرج هواية من طلاب الجامعات وينطلقون إلى سوق العمل. كل هالشيء والقطاع الخاص ما إلى أي دور بسبب التجاذبات السياسية، الصراعات، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الأمنية السيئة اللي أثرت بشكل كبير على العراق وعلى المواطن وأسهمت إسهام كبير بعدم جذب المستثمرين إلى البلد. وعلى الرغم من هالشيء يستمر توافد العمالة الأجنبية إلى العراق واللي وجدت ببلاد الرافدين عبارة عن فرص ثمينة خصوصاً بالقطاع الخدمي أو النفطي. طبعاً هالشيء راح يشكل عبء اقتصادي على العراق بظل الأرقام المقلقة، المعدلات البطالة اللي دا ترتفع. بهالسياق كشف مقطع مصور جرى تصويره حديثاً توافد المزيد من العمالة الأجنبية إلى مصفى الشعيبة النفطي بالبصرة على الرغم من كل الدعوات السابقة للحد من هاي الظاهرة أو الحد من العمالة الأجنبية. إتاحة فرصة إلى الشباب العراقي أو إلى شباب المدينة للعمل حتى يقدرون يقللون نسب البطالة أو يعيشون بالأحرى. خلونا نشوف. طبعا المواطن العراقي اذا يروح لاي بلد بالعالم راح يشغله بسهوله يعني مثلا؟ لا، بالتاكيد راح يتعرض الى حاله من الشد والجذب بسبب انه راح يفضل ابن البلد عليه. الشاب العراقي من شاف هالشي بدا يطالب ويطالب ويطالب، ماكو شيء. واليوم جدد لعشرات من الشباب العاطلين عن العمل او المعطل عن العمل مثل ما وصفوا نفسهم، جددوا تظاهراتهم امام مصفى الشعيب النفطي للضغط على الحكومه حتى يشغلوهم وراء التسويف المتعمد لمطالبهم على الرغم من تنظيمهم هوايه من التظاهرات باوقات سابقه. المتظاهرون اكدوا تعرضهم للضرب والاعتداء من قبل القوات الحكوميه واستغربوا عدم الاستجابه لمطالبهم بوقت توفر به هاي القوات الحمايه للعامل الاجنبي اللي صار مفضل على ابن البلد. خلونا نسمع شهادتهم بالمقطع التالي قبل استعراض التعليقات. العاطلين على العمل وبالخصوص جماعة السويد والأستاذ علي العبادي جزاه الله خير من أجل تعيين هاي الشباب بهذا المصفى اللي هو متروس هنود باكستاني 80% وفوق. أكثر من مرة الكل قاعد بالإدارة يقولوا لهم يم مكتب التشغيل، أصلا مكتب التشغيل ما يمش، تعرفون هذا الشيء لو ما تدرون؟ والله ما بيدشي بس هيك يدفخ على العالم، وانا مكتب التشغيل وانا طلقعت السوداء بالعباس الهنود والباكستاني بيد النفط الجنوب وبيد النفط، ليش تسوفون العالم؟ ليش ما تخلون تاخذ حقوق الوادي؟ تفضل استاذ. بالنسبه لمكتب التشغيل الوعود الكاذبه كثرت عليه، تمنين من هاي الوعود الكاذبه. زين، اذا انت ابنك ياكل احنا ما جاي ناكل. زين، وكاف وعود كاذب. انت من تقول لي مكتب التشغيل ومكتب التشغيل من اجي لك انا اسجل اسمي وتنساني، ما تذكرني ابد بعد، لان انت شبعان وما عندك شيء تخسره بحياتك، وهاي انا ما نايم من امس ما متوسع. وشنو بالنسبه لي انا؟ شنو بالنسبه لي؟ شنو ظلمي؟ شنو ظلمي؟ الهندي يشتغل وانا ما اشتغل. هذا النقيب الموجود هنا يتعامل ويانا بغلط. اقول له انا طالع اريد اشتغل، اريد اشتغل حفاظات ما عندي البتي. يقول لي انا على ابوك لا ابو بتك. هذا النقيب يوم 16/11 الموجود هنا سبني وغلط علي وتعاملوا ويانا بعنف وطقوني.
ليش؟ ليش انا جاي اريد اشتغل؟ كل شيء ما اريد لا اريد منك راتب، لا اريد منك تعطيني بس العلم جاي بكد انا اريد فلوس بكد ثاني ما قوم من عندنا وهسه بالدور علم خذها من عندي توسلت فيها الله رجع لي اياها ترى صدق يعني واحد جاي يقول لك انا ما جاي يقول لك اعطيني ما جاي ماديده يقول لك لله يا محسنين واحد جاي يقول لك انا اريد اشتغل انا اريد اخدم انا اريد ابني هالبلد انا اريد افيد هالبلد انا اريد اتعب واحصل حق تعبي او حق عرقي ليش ينهان وينضرب وينغلط ما اعرف الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع اول تعليق على فيسبوك من صدام الجوراني يقول النفط مو للشعب والعمل ايضا فما لكم حصه بالنفط ولا لكم الحق باستخراجه هو غير البلد كله مبيوع وحصص وموزع على الاحزاب والدول محمد الحسناوي يقول وين محافظ البصره ما يشوف له ما يدري وين التقليص بالموضوع يعني شباب البصره بدون شغل والاجانب تشتغل وتاكل بنعمتك واحنا علينا بس المخلفات والامراض حسبي الله ونعم الوكيل اما جعفر الجعفر يقول مع الاسف يوميه وفد من الهنود بالمصفى وشباب البصره عاطلين عن العمل وماهر السعيدي يقول عمي انتم لحد هسه ما عرفتوا هاي الحكومه جابتها امريكا واسرائيل وايران الى متى هذا الحجي ستكون احسن ماكو فايده حلم العملاء هذا هو لو الشعب كله يثور عليهم ماكو حل كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام اذا على السريع ارتفاع نسبه الجريمه بالعراق ملفنا الاول الامطار كشفت سوء الخدمات او فضحت سوء الخدمات بالعراق ملفنا الثالث وملف العمالة الأجنبية وارتفاع نسب البطالة بالعراق ومطالبات الشباب العراقي بالعمل كانت هاي ملفاتنا الثالثة فاصل قصير ونكمل الملف الرابع انتظرونا هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة حياكم الله من جديد ببرنامج صوتكم ملفنا الرابع نتكلم به عن الدوائر الحكومية تعاني دوائر العراق من البيروقراطية والمحسوبية والمعرقلات الهواية اللي تنحط أمام المواطن لما يراجع أي دائرة حكومية حتى ينجز أي معاملة كانت صغيرة أو كبيرة تحول هذا المظهر اللي يدلل على التخلف بالإدارة إلى أهم سبب بعدم مواكبة التطور اللي دا يصير بالعالم ورقمنت إنجاز المعاملات إلكترونياً وصار عندنا ترهل وظيفي بظل التخمة الكبيرة بأعداد الموظفين اللي ما افتهم هاي الجملة يعني عندنا أعداد هواية عندنا موظفين هواية زيادة عن الحاجة وأغلبهم ما عنده إنتاج يعني قاعد ياخذ راتب بدون شغل ما اقتصر الحال على هاي الظاهرة اللي أنهكت جسد المؤسسات الحكومية اللي ما تعدها الشيء بمراحل كبيرة ودخلت عادات وممارسات غريبة ودخيلة لا كانت تعرفها الدوائر الحكومية ولا كان أي مواطن يتخيل أنه يشوفها بأي مؤسسة كانت معروفة بانضباطها بالسابق من بين هاي الظواهر اللي صار بوزارة التجارة اللي صار أنه الموظفين بوزارة التجارة احتفلوا على أنغام الموسيقى الشعبية والهلاهل اللي شاهدنا من الوطن العربي يعني الزغاريد ليش لا رجعوا حصة ولا سووا شيء كل اللي صار إنه مدير عام رجع لوظيفته وراء تسنم حكومة السودان المهام بمشهد جديد ما حد شايفه قبل لأنه عادة وبأي بلد تصير هاي الأمور بشكل اعتيادي لا حفلة ولا شيء ولا رقص ولا دق ولا أي شيء
كل اللي يصير ممكن انه تبريكات بالهاتف، موظفين يزورون المدير الجديد او المدير الراجع لوظيفته، مرحبا استاذ شلونك، مبروك عليك، يهنوه بالمنصب الجديد مالته، ويرجعون كل من المكتبه يشوف شغله. بس بالعراق ضجيج وهرج ومرج مثل ما وصفوا العراقيين. خلونا نشوف. جاكم رزق يا اهل المزيقات. اللي ما يعرف المزيقه ذولا اللي عندهم الحفله، اللي يسوون الحفله، اللي قاعدين يكيتون عليه، اللي طوا فلوس. هسه صارت ويا اعراس مناسبات طهور وراها يكتب مناسبات رسميه او دوائر حكوميه عوده مدير عام. من كل عقلهم؟ ما اعرف. اللي وراه يختلف. طبعا اللي دا يصير بوزارات العراق بحكومة محمد الشاع السوداني فعليا صارت ساحة للأفراح والأتراح، لأنه مديرية تربية المثنى اللي تتبع وزارة التربية ببغداد شهدت مجلس عزاء بعد قيام مجموعة من المشرفات التربويات ومديرات المدارس فتح مجلس للطم بمكتب مدير عام تربية المثنى سعد خضير اللي توفى هالأسبوع الله يرحمه. كانت اللطمية بمقر المديرية وبزعامة معاونة المدير العام. مشهد طبعا قوبل بموجة من السخرية والاستغراب على منصات التواصل الاجتماعي. مكتب المدير العام للتربية بمحافظة المثنى هذا شكله. اي نعم بالعراق ماكو تعليم، بس اريد اسال سؤال، اذا اجى مراجع المدير للمديريه هسه وطب يريد يسال عن وضع ابنه او عنده مشكله معه ويحتاج توقيع، شو تقول لنائبه المدير العام اللي استلمت منصبه بالوكاله؟ تقول له خذ لك لطمه يلا اوقع لك؟ ما اعرف شو علق بعد اكثر. الناس لما شافت هذا الموضوع علقت. طيف وحيد يقول عنده بيت واهل يروحون يلطمون يمهم، مو يلطمون بدائره حكوميه تمثل الدوله ومؤسساتها. حسين المالك يقول شلون تقيس المستوى الحضاري للمجتمع الفاشل من تسود وتشيع بهاي المظاهر الريائية بأماكن التربية والتعليم؟ هيثم البيات يقول صدق كذب، يا معودين مؤسسة حكومية، ليش الفقيد الله يرحمه ما عنده بيت؟ وسن سرحان تقول حتى إذا تردن تلطمن وتبكن روحا لهل البيت العشيرة وللصبح ما حد يمكم، بس بدائرة حكومية ورسمية شيء مخالف للذوق أصلا وبس رياء. لو كل وحدة بيكن تدعي له وهي قاعدة ببيتها هم أحسن من هذا اللطم والتعب. وحتى إذا كان ما عنده بيت يكفي، إذا كان بيته صغير وما يكفي يقدرون ينصبوا له تشادر بالشارع من أول الشارع لنهاية الشارع، بس بدائرة حكومية عذروني والله يغث. الناس لما علقت هاي التعليقات كان موضوعنا حول المظاهر اللي دا تطلع في الوزارات الرسمية. سابقا إذا تذكرون مطيرتشي بوزارة الصحة، واحد مسوي كافتيريا بمكان، الأخ ناقل معيشته بمكان بأحدى الوزارات، واحد دا يستخدم السيارات
بطرق رسمية، لكن مدير عام يرجع المنصبة ورجعوا المكان، ضرب طلقات ومزيقة وهلاهل ودق ورقص لأنه رجع، ولا مدير عام مديرية التربية يتوفى إلى رحمة الله تعالى بس بمقر المديرية يسووا له مجلس عزاء ولطم. يعني هذا الحال شلون تتوقعون؟ أتمنى جاوبني عنه يا أحمد من ألمانيا. أحمد؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي. أستاذي الفاضل، نعم. الحقيقة أكو في التغير جذري في المجتمع وفي أعرافنا وتقاليدنا المجتمعية من عام 2003 ولحد الآن، نعم. وذلك بسبب تسلط ناس لا ينتمون للبلد، لا ينتمون إلى أخلاق البلد، إلى طباعه، إلى ثقافته، إلى خلوا يعني غربلوا المجتمع وخلوا شنو أكفد شغلة مستهجنة شجعوها، العشائرية، الطائفية، المناطقية، الرياء، النفاق، الرشوة صارت تقليد، وصار اللي ما يأخذ رشوة يعتبر مغفل. نعم. تشوف أنه يعني يجي واحد مدير عام يرجع لدائرته ويتعين كمدير عام يعتبرها هذه كغنينة من العدو. ما يقولون أنه أبو سفيان قال عندما أو تولى عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه تلاقفوها كالكرة، هم الحقيقة الآن يتلاقفوها كالكرة. فالمجتمع يا أخي تغير، ثقافتنا تغيرت، طباعنا تغيرت، فلا تستهجن أنه هاي الأمور موجودة. مجتمعنا هذا صار. أنا دائما أؤكد في الفيديوهات اللي أنشرها أقول أنه إحنا بحاجة إلى بناء الإنسان العراقي قبل أي تفكير بأي شيء. لأنه الدولة بصورة عامة، المجتمع ما يبنى بشخص رئيس الوزراء أو بمجموعة 40-50-100-150 مدير عام ووزير. الدولة والمجتمع يعني يراد شعب واعي يعلم ما يفعل. كثير منا يفكر فقط في التعيين. أخي تتعين من وين فلوسك؟ وين تتعين؟ الموظفين الموجودين في الدوائر العراقية يشتغلون 9 دقائق باليوم. نعم. لو أكو يعني 9 دقائق بدوام رسمي مدة 8 ساعات. نعم. الإنتاج ماله هو 9 دقائق. هذا مو الإحصائيات مالت الأمم المتحدة. نعم. 9 دقائق يوميا هذا الوقت المنتج مالته. هذه لو أكو دولة ولو أكو مسؤولين وأكو مؤسسات تفكر بالبلد وفي مستقبل البلد، 60% من الموظفين الموجودين حاليا يحالون على التقاعد او يخرجون من الخدمه بدون استاذ احمد بدون تقاعد. انت يعني ذكرت لي ارقام الامم المتحده، يعني مجبر اسالك السؤال. انت تقول انتاج اليومي 9 دقائق، اذا اشتغل الدقيقه العشرة يقدم اوفر تايم؟ اللي يتوقع انه لا. هو شنو المشكله انه اخي جنابك بدك تروح للدائره العراقيه، الموظف الموجود مو شغلته ليست خدمة المواطن، وإنما المواطن هو عدو للجميع. يعني إذا تنقطع الكهرباء يقول لك صوت المواطن، إذا النفط ينبال يقول لك صوت المواطن، إذا ماكو خدمات يقول لك صوت المواطن. أخي أنا أقترح في مقترح على الحكومات المتعاقبة من 2003 الحكومة. إذا أكو جفاف يقول لك المواطن يصبح هواية بطل. نعم. أخي يصبح هواية والكهرباء يا بلت تشغلون الجيزراتين، أكو ناس بشغل الجيزرات حتى بالصيف حسب ما يقول وزير الكهرباء. فأني رأيي يعني بشورتي للسادة المسؤول اللي كي يعني لا يعكر صفوة مزاجهم. أخي عدموا المواطن واخلصوا منه، هجروهم، هجرتونا، هجروا الباقين. أخي نعم هذا الحل الأمثل للعراق ومشاكل أنه يهجرون المواطنين، يقوم بس المسؤولين العشاوس وبطانتهم العفنة. نعم. شكرا لك أخ أحمد من ألمانيا. طبعا المدير العام اللي رجع لوزارة التجارة وهو طاب وشايل إيده وفرحان ويحيي الجماهير حسسني انه صلاح الدين الايوبي حرر عكا من الصليبيين وطب ما اعرف ليش. باحصائيه رسميه تقول تنامي ظاهره الابتزاز الالكتروني بالعراق كشفت عنها جهات مختصه، وهذا الكشف برز القاء القبض على 25 متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني ب6 محافظات، وهو رقم اعتبروه الحقوقيين أنه مفزع ويدل ربما عن وجود مئات الحالات للابتزاز الإلكتروني اللي ما مكتشفة لحد الآن بالعراق، على الرغم من أنه حالات الابتزاز الإلكتروني تتعدد أشكالها وتطال مختلف فئات المجتمع، لكن النساء
هم الضحايا الأكثر عرضة لهذه العمليات وفق الإحصائيات والبيانات الرسمية الحكومية. وأيضا الإحصاءات الصادرة من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية غير الحكومية على حد سواء. ينجم عن تصاعد حالات الابتزاز الإلكتروني هذه جملة من المشكلات وأزمات اجتماعية وأمنية وفق خبراء رقميين وحقوقيين، بحيث أنه تتسبب مثل هاي العمليات بحوادث وجرائم تصل إلى القتل، الخطف، التشويه الجسدي، تفكك الأسر، ارتفاع معدلات الطلاق وهواية من الحالات الأخرى. المزيد من التفاصيل حول هاي الظاهرة وتبعاتها على المجتمع العراقي بسياق الانفوغرافيك اللي أعد لنا قسم التواصل الاجتماعي من قناة الرافدين. شكرا لهم، تابعوا يعني. مشاهدينا الكرام، يواصل خريجو كليات التربية المطالبة بتوفير فرص عمل لهم وشمولهم بالتعيينات على ملاك وزارة التربية حتى يسدون النقص اللي تعانيه المدارس الحكومية بالبلاد. وتفاعل الخريجون من كليات التربية على وسم هاشتاغ الخريج التربوي ناشد، وطبعا للمطالبة بشمولهم بموازنة عام 2023 وتعيينهم على ملاك وزارة التربية في ظل التجاهل الحكومي لمطالبهم والتنصل عن الوعود اللي قطعها السياسيون على أنفسهم، خصوصا رئيس الحكومة الجديدة محمد الشيع السوداني. خلونا نستعرض سوية عدد من هاي التغريدات اللي جت على هذا الوسم اللي يقول هاشتاغ الخريج التربوي يناشد السوداني. أول تغريدة ويانا من منصة تويتر صفا علي تقول: هاشتاغ الخريج التربوي يناشد السوداني، أنا خريج تربوي قد سلب حقي لسنوات، دمر مستقبلي ولا أجد فرصة عمل لأعيل عائلتي، قد دمرت أحلام وأمنيات 16 عام من الدراسة والجهد والتعب، كنت أنتظر لعلي أحصل ثمارها، لكن للأسف قد سرقت حقوقنا، فأين حقنا يا رئيس الوزراء؟ تغريدة أخرى من هدى الكعبي تقول: هاشتاغ الخريج التربوي ناشد السوداني، في عالم وصلت فيه الحريات تعطى حتى للحيوان، ولا يزال المواطن العراقي طالب بأبسط حقوقه ألا وهو التعيين. حسين الطائي يقول: هاشتاغ الخريج التربوي ناشد السوداني، إلى رئيس الوزراء، إلى من يهمه الأمر، هذه الشريحة المهمة في البلاد، مطالبنا بسيطة وليست تعجيزية، العقد أبسط حقوقنا. سارة تقول: الخريجين التربويين غير المحاضرين يناشدون رئيس الوزراء مطالبين بإنصافهم كبقية الشرائح من أبناء وطنهم، دراسة 16 عام وتعب وجهد وتظاهرات سنتين في جميع المحافظات وأمام بوابات الخضراء، هاشتاغ الخريج التربوي يناشد السوداني. كانت هذه التغريدات من قبل المواطنين. مشاهدينا الكرام، قبل شوية صار عندنا خلل فني بالإنفوغرافيك اللي عرضناه عليكم مشاهدينا الكرام اللي يتكلم عن الابتزاز الإلكتروني. الإنفوغرافيك جهز ويانا الآن، تابعوا ويانا. We'll be right back.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، مواضيعنا اللي اخذناها في حلقه صوتكم لهذا المساء كانت الموضوع الاول اللي هو ارتفاع نسبه الجريمه في العراق، الموضوع الثاني اللي هو الامطار وكشفها او فضحها لسوء الخدمات في العراق، الموضوع الثالث اليد العامله الاجنبيه وارتفاع نسب البطاله في العراق، الموضوع الرابع اللي هو الحالات والعادات اللي تدخل الى المؤسسات الحكوميه، مثلا فرح أو مزيقة بوزارة لأنه مدير عام رجع، أو مجلس عزاء ولطم وفاتحة في مديرية تابعة إلى الدولة العراقية. كانت هذه مواضيعنا في حلقة صوتكم لهذا المساء، نتمنى أن تنول إعجابكم حلقة اليوم، نلتقيكم إن شاء الله جمعة برنامج صوتكم، إلى اللقاء.